nostra, è una cosa su. Guardiamo le tue favesti, guardiamo le tue favesti. Quando messi la nostra città, ma tu non hai niente. Adesso è tutto, adesso è già mi dà non può fare i servizi, adesso fa la telecamera. ونزل القرآن ما وشفاء رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. عسى شوف جن يضربني، عفوا شوف يضربني وما يضربني. عسى حبيبي تعال يمي وإذا مريت فهو يشفيني وإذا مريت فهو يشفيني. يضربني. الله يشفيك. أمي خوشة شوف هذا الجن يضربني هسا يطيب ابني شو اسمه أستاذ؟ عباس. هذا مو عباس هذا الجن هسا عباس يطيب إن شاء الله أخرج أيها الجن. وإذا مريت فهو يشفيني. يهودي أصلي قائد مساعد ما حد يدري. مشكلة بس الزمن هذا الجن شوف ضربني لحد أفرح يجي هذا الجن ما وإذا مريت فهو يشفيني وإذا مريت فهو يشفيني وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هسه شوف هذا الجن شوف هسه يطلب يعني يهودي إذا تستسلم قل لا إله إلا الله لا 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 استسلم على دين الإسلام شوف ما يستسلم يقول أنا يهودي احترامي للإسرائيلي واليهوديين الجن يعني نحب كل الناس يهودي مسلم مسيحي هدفنا خدمة البشرية بس أخرج يا عدو الله أخرج يا أيها الجن استسلم شو اسمك شعلي هسه أضربك والله أخرج استسلم لو تخرج لو أضربك شو اسمه الأستاذ عباس إذا ما تخرج من جسد عباس ابني حبيبي بأي مكان جاي من راشدية بغداد راشدية بغداد أنا بغداد أنا ما أخاف منك بس ما تضربني يلا استسلم على دين الإسلام يلا أنت رجل ومرعى رجل ما استسلم كم شهر هيك أستاذ صار أسبوع هيك وقاعد صار يقول خمس أشهر يعني يقول خمس أشهر هسه وعد ابنك يطيب شو اسمه ابنك عباس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة عباس عباس جن. والله هذا مو عباس هذا الجن هسه طلع هذا الجن يهودي شوف هذا الجن شوف شو يسوي هسه ابنه يطيب باذن الله هسه ابننا هذا مو عباس كان جنب داخله عفريت شوف هسه تشوفون ابننا اذا عباس باقي بجسمه يتحرك اذا ما باقي ما يتحرك ربي ايش ابننا الغالي العباس الورد البغدادي شوف الجن نبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان الانسان عدو مبين تحرك اذا جن باذن الله تعالى واذا مريت فهو يشفيني واذا مريت فهو يشفيني الله اكبر طابت جماعه خير نصلي على النبي اللهم صل على النبي الهام حبيبي هذه شكلت حلوه عباس اقعد ايش اسمك؟ اسمع اسمع صوتك شو اسمك انت عباس افتح عيونك يعني انهض امشي 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 شبيك يلا امشي شوف عباس ليش هسه ضربت الشيخ انت ما ادري شو قبل شوي ليش ضربت الشيخ شوف يقول مو هاني شوف هذا الجن ليش ضربت الشيخ قبل شوي هسه قبل شوي انت ضربت الشيخ مو انت شوف يعني هسه انت يعني هسه انت زين هسه يبوسني انت منو عباس عباس, عباس يعني قبل شوي ما ضربت الشيخ ابد انا ضربت الشيخ استغفر الله ايه بس يا معود بي جن باقي يتحرك دقيقه ما مستوعب اذا جن باقي يتحرك انا بدي اقول لك انا مصفي بدي اقول لك انا مصفي رحنا الواد يحكي انا ايش دعوه تسلم عباس ما ضربت الشيخ هذا شايل يضربني سهل ولا عباس ما قصدت هني عشان كذا عباس تسوي شيء هذا عباس شوف اذا جنب داخله يتحرك اذا مو بداخله ما يتحرك عباس هذا جن ضربني شتي شوف ضربني وايا بس مو كان عباس عباس شوف هسه بس هذا الطفل لا يمشي اختي شوف عباس هسه لازم اذا اورق يعني طلع لازم يضربني ودي برا اختي ودي برا ما ادري زبا إذا مريت فهو يشفيني إذا مريت فهو يشفيني ليش ما تضربني بوسني جماعة خلينا نصلي على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد اعتذر من العالم اعتذر من العالم يا ابن عبد الله وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد
يلا جماعة كل خير. يلا عباس عباس دقيقة عباس بأي مكان جاي؟ عباس بأي مكان جاي؟ بغداد عباس راس كلها بغداد الشيعة والسنة عباس راس كلكم. خلاص صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معجزة القرآن. عباس عباس قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباس صبت من بين بابا عباس بوس بابا الغالية وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. أريد في كل عالم يفتحوا المستشفيات حتى ننقذ الآلاف مثل عباس. يوم يقتل أنفسهم الجن يقتلهم ما يعرفون بنفسهم هم الجن هم ما يعرفون هو الجن. عباس كان جن بداخله مو عباس ولد طيب عاقل شريف ابن شريف ولكن الجن شو شواب العباس. يوميا مئات الناس يموتون بهذا الموضوع ما يعرفون الطب ما يعرف الجن بالفحوصات ما يطلع. والله يا أغنياء يا أهل الملوك ساعدوني حتى أفتح مستشفيات. أنا أخذوني يم الشيوخ كسروا الأصابع هذني هسه سووا حتى حجام ظهري تعال شوفه وحتى حجامه براسي سووا لا حول ولا قوة. حتى بالعودة ضربون على ظهرك كسروا. صحيح أنت أبو مبروك لكم وصلى الله على سيدنا محمد. افتحوا مستشفيات حتى نخدم الناس بدون مقابل في سبيل الله. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. جماعة خير نصلي على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. سوي شي عباس حبيبي عباس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.